هالة جلال من رواد السينما المستقلة في مصر حدثتني عن رؤيتها وعمل شركة سمات للإنتاج. احنا ابتدينا نفكر في الحكاية من أواخر التسعينات، وأصبحت لها وجود قانوني وإداري وواقعي في مصر في أكتوبر سنة 2001. ما كانش القاهرة فيها حاجة، فيها أي مساحات ثقافية بديلة غير اللي بيعرض في السينما اللي بنسميها احنا التجارية اللي هي المينستريم. فجت لنا فكرة ان احنا نعمل مع بعض كيان نقدر من خلاله نعمل أفلام بتعبر عننا، ونقدر نعمل أفلام تحمل توقيع مخرجينها. بعدين بقى المشاهد هيعجب بده أو هيتفهمه أو هيشتبك معاه، دي خطوة لاحقة. ما كناش موافقين قوي على فكرة إن إحنا لازم نقدم فيلم يعجب الناس كأننا مسلي الجمهور يعني. فيلم تحرير بنغازي من إنتاج سمات أعطتني هالة انطباعاتها عن هذا الفيلم. فيلم تحرير بنغازي تم تصويره مباشرة بعد سقوط مبارك، وكانت الثورة الليبية لسه بادئة. فلما سقط مبارك زي ما قلت، الشاب أسامة الورداني مخرج الفيلم وكاتبه، هو مغني راب برضو بالإضافة أنه سينمائي، قرر يروح زي شباب كتير جدا مصريين ليبيا. انه هو علاقته بالراب ادت للفيلم طعم مميز، والغنى الراب وكل ثقافة الراب بقت شبه ثقافة الرحلة اللي هو عملها للتهور والدفاع، وده عمل خصوصية للفيلم. وبمناسبة الموسيقى، شباب كتير من اللي عملوا أفلام قصيرة تسجيلية بعد الثورة معانا اهتموا بالمزيكا. الفيلم كان بيحمل فقط هذا الانفعال الوجداني مع الثورات. اليوتيوب عمل تشبع للناس من مشاهد قهر السلطة. أنا مش محتاجة أصور عسكري شرطة مصري بيضرب سيدة خلاص يعني، أقصد حصل تشبع. وأنا بخاف ساعات من تأثير الصورة، لأن الواحد أحيانا لما يستخدم الصورة بإفراط ممكن يجيب نتيجة عكسية. فأنا بخاف قوي من حكاية الاستخدام المتكرر لمشاهد عنيفة، وما أقصدش إن إحنا المفروض نتجاهل العنف، بس أقصد إن إحنا كسينمائيين، بما إن إحنا مش بنشتغل في الأخبار، إحنا سينمائيين المفترض إن أنا يبقى عندي قصة رواية أنا بحكيها عما حدث. وانا ما عنديش تحليل دلوقتي لاني مش شايفه المستقبل، لكن اقدر اعمل حاجات تانية. انا شجعت كل الطلبه في الورش انهم يعملوا افلام يستفيدوا من اللي حصل في الثوره، اللي هو رفع سقف الرقابه.